بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحكيم الغالي، رئيس جمعية مهرجان أرفود. نعيش هذه الأيام أجواء المعارض الدولي للتمر والأنشطة الموازية التي تتكفل بها جمعيتنا جمعية مهرجان أرفود، بعد التوقف الذي عرفته السنة الفارطة بتزامن المعارض مع زلزال الحوز. هذه السنة إن شاء الله بدينا يعني بأنشطة متنوعة اللي عرفت نجاح كبير. كانت الأنشطة كتنوع بين ما سهرات، فقرات سهرات متنوعة اللي كانوا فيها فنانين محليين، فنانين من الجهة وفنانين وطنيين، كان عندنا مفاجأة ديال الفنان جانا من خارج البلاد كيعيش في الديار الفرنسية. كذلك سباق ديال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت كذلك أيام ديال التبوريضة في هذا المعنى. إذن الأنشطة عرفت نجاح وحضور جماهيري كبير. نتمنى إن شاء الله أن الدورات اللي جاية إن شاء الله تكون أحسن من هاد الدورة ديال هاد السنة اللي هي الدورة 13. وما ننساش أنني نشكر جميع المتدخلين وعلى رأسهم جماعة أرفود الشريك الأساسي ديالنا وجمعية المعارض الدولي للتمر اللي حتى هي، ونشكر جميع السلطات المحلية، السيد الوالي، السلطات المحلية ديال أرفود، الأمن الوطني، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، القوات المساعدة اللي تجندوا معنا السهر على تنظيم هذه الدورة في أحسن الظروف. الحمد لله الدورة عرفت نجاح وكانت الأمور الحمد لله سلامات. وكنشكر شوف تي في على هذه المقابلة هذه وهذا التصريح هذا باش نعطيو للرأي العام الظروف اللي كنعيشوا فيها كتعيش فيها جمعية مهرجان أرفود. إن شاء الله نتمنوا التوفيق إن شاء الله في السنوات. وكذلك يعني هذه الدورة 13 وأكبر قبلها شهدت واحد الحضور وازن وكبير لساكنة المنطقة اللي اشتاقت لهذه الأجواء. نعم كما قلت أن السنة الفارطة ما درنا والو للتزامن المعرض مع زلزال الحوز. هذه السنة الحمد لله الناس لأن كنا كنخدموا السنوات الفارطة وكانت عندنا أنشطة متميزة اللي الناس كانت دائما تشتاق إليها، وإذا حيت عرفوا بأنه علنا أن غادي إن شاء الله غادي ننظموا هذه الأنشطة، فكان الحضور الجماهيري اللي جا من مختلف المناطق حيث كنسولوا كنلقاو من الإقليم ولا الجهة وحتى المستوى الوطني، لأن حتى الأنشطة ديالنا كتزامن مع المعرض الدولي للتمر اللي كيجيو الناس من جميع ربوع المملكة السعيدة ومن خارج المغرب. شكرا الجزيل لكل المتابعين والمتابعات. وهنا كنا متابعي قناة شوف تي في، كان اول خروج اعلامي لرئيس الجمعيه المكلفه والراعيه لمهرجان أرفود التي سيكشف ايضا جديد هذه الدوره، والحمد لله كنا معه وتبارك الله عليه، والان مازالين معكم في مدينه أرفود باش نشوفوا الاجواء كيفاش دايره. حياكم الله وتبارك الله عليكم.